أهلاً ومرحباً بحبايبنا متابعي القناة، إن شاء الله تكونوا بخير ومرتاحين. اليوم حبيت أشارككم تدريبات شمس لعضلة الكتف، وطبعاً هي تدريبات خاصة بالبنات. طبعاً شمس حريصة على هذه التدريبات لأنها تدريبات تقوي المناعة وأيضاً تشيع جو البهجة بالبيت، يعني راح تشوفون أنه ليلة اللي كانت تصور بينما أنا وصبي كنا مشغولين بأعمالنا اليومية. إن شاء الله تعجبكم. كورة على بالضبط. ولا نشوف المباور. وين المباور؟ دور إيه؟